السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ورجعنا لكم بفيديو جديد وبفكره جديده وتحديث جديد نزل من شركه جوجل. شركه جوجل مؤخرا نزلت تحديث جديد وهو اضافه التاجز في الابلكيشن بتاعك عشان يزود عدد التحميلات للابلكيشن بتاعك. خلينا نعرف ايه هي التاجز. التاجز دي هي الكلمات المفتاحيه للتطبيق بتاعك. الكلمات المفتاحيه دي للتطبيق بتاعك بنضيفها داخل التطبيق علشان تساعد المستخدمين يوصلوا للتطبيق بتاعك بناء على الكلمات اللي هم بيبحثوا عنها. يعني اهميه التاجز ديت ان هي بتوصل التطبيق بتاعك للمستخدمين اللي بيبحثوا عن التطبيق بتاعك. الاول كنا بنضيف الكلمات المفتاحيه دي داخل التطبيق بتاعنا في الوصف بتاع التطبيق. دلوقتي بقى شركه جوجل عملت ليها مكان خاص بيها انك تضيف التاجز دي داخل الابلكيشن بتاعك في الجوجل بلاي كونسول للتطبيق، وده هيساعد ان التطبيق بتاعنا يحصل على عدد كبير من التحميلات لانه هيظهر لعدد اكبر من الناس بناء على التاجز اللي انت هتضيفها للتطبيق بتاعك ده. فخلينا بقى دلوقتي نتوجه لشاشه الكمبيوتر علشان نعرف ازاي نضيف التاجز دي داخل التطبيق بتاعنا، وكمان نوريكم تطبيق بعد ما ضفت له التاجز ازاي التحميلات بتاعته زادت وفرقت عن الاول بكتير خالص. فيلا بينا نتوجه لشاشه الكمبيوتر. دلوقتي فتحنا شاشه الكمبيوتر على جوجل بلاي الخاصه بي انا، فنفتح الابلكيشن وليكن مثلا الابلكيشن ده عشان نعرف ازاي نضيف له التاجز. بنروح على الستور ليستنج ديت اللي هي فيها وصف التطبيق وايكون التطبيق والصور بتاعه التطبيق وكده. هننزل تحت فهنلاقي ان شركه جوجل ضافت حاجه جديده وهي اسمها التاجز. التاجز ديت اللي هي الكلمات المفتاحيه للتطبيق بتاعك. انا هنا ضايف التاجز للتطبيق اهوت، انت عندك ممكن ما تكونش ضايفها مش هتلاقي هنا تاجز. فخلينا بقى ازاي نعرف نضيف التاجز ديت. فنضغط على المانج تاجز. زي ما احنا شايفين التاجز اللي انا ضايفها موجوده اهيت. هنا بنختار خمس كلمات مفتاحيه اللي هي بتعبر عن التطبيق بتاعنا. فانا عندي هنا مثلا التطبيق بتاعي ده متخصص في تصميم الصور واللوجو وكده، فطبعا انا ضايف هنا الارت اند ديزاين وضايف الفوتو اديتور لان طبعا هو بيعمل تعديل على الصوره، فوتوغرافي لان هو برضه متخصص في الصور، فوتو فريم. يعني بضيف التاجز اللي هي قريبه من النيتش بتاع التطبيق بتاعي والمجال بتاع التطبيق بتاعي. فده هيساعد ان التطبيق بتاعي لو في حد بيبحث عن تطبيق لفوتو اديتور التطبيق بتاعي هيظهر له، لو حد بيبحث مثلا عن تطبيق ارت اند ديزاين فبرضه التطبيق بتاعي هيظهر له. اما الاول مثلا لو انا كنت عامله بس ارت اند ديزاين فما كانش هيظهر للناس اللي بتبحث عن فوتو فريم او فوتو اديتور وكده. فبالتالي اما اضيف التاجز ديت هيظهر لعدد اكبر من الناس اللي بيبحثوا عن اي حاجه. كمان التاجز ديت ممكن تعدلها في اي وقت، فممكن مثلا لو انا عايز اشيل البينتنج ديت واحط مكانها انترتينمنت اللي هي التسليه ممكن اشيلها واضيفها. فدلوقتي زي ما احنا شايفين اوريكم مثلا لو احنا حذفنا ديت كده عشان نعرف بس نضيف واحده ثانيه، وهنيجي هنا كده لو انا مثلا عايز اضيف اي واحدة بنبحث في دي كده فخلينا نضيفها تاني. هننزل تحت هنا شوية ندور على الحاجة اللي احنا عايزينها وليكن البينتنج اهيت، هضغط عليها اد تمام هي كده انضافت. اول ما بنضيف الخمسة خلاص ما عادش ينفع انك تضيف تاني، هو اكتر حاجة هما خمسة كلمات مفتاحية. فدلوقتي كده بعد ما ضفناهم كده الابلكيشن بتاعنا هيبدأ يظهر لعدد اكبر من الناس. كمان تعالى اوريك بقى بعد ما انا ضفت التاجز ديت الابلكيشن بتاعي ايه الفرق في التحميل. فهنيجي هنا لو عملنا خليناه مثلا من 3 شهور زي ما احنا شايفين دلوقتي الجراف بتاع المستخدمين هنا كان بيتحمل بنسبه قليله خالص اهوت، نسبه مثلا وليكن كان 73 تحميل 300 ما كانش بيزيد عن كده. بعد ما عملت التاجز لو لاحظنا هنلاقي الجراف فرق كتير خالص، وصل ل 350 تحميل وبدأ يعلى في التحميلات بتاعته وعاية التثبيتات بتاعته. فهي دي فايدة التاجز اللي شركة جوجل نزلتها مؤخرا. بكده نكون عرفنا ازاي نضيف التاجز للتطبيق بتاعنا علشان نزود عدد التحميل بتاع التطبيق بتاعنا. اتمنى ان يكون الشرح وصلك وانك تكون استفدت. ان شاء الله في الفيديو الجاي برضو عندنا خاصية جديدة برضو لزيادة عدد تحميلات التطبيق، فانتظرونا في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت لسه ما اشتركتش في القناة عشان يصلك كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.